عظيم القول من حلل الوصايا، أتت بالذكر من رب البرايا، بشارة بها الأرواح تسمو، وفي مضمونها أغلى العطايا. وبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في كل يوم في برنامجكم وبشر. أغلى ما يملكه الإنسان في الحياة، اختلف الناس باختلاف أفكارهم باختلاف مشاربهم، ولكن الذي عليه أغلب الناس وأغلب العلماء أن أغلب شيء وهبه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان في الحياة وهو يعيشها هو هذا الوقت الذي نعيشه، في هذا الوقت الذي نتنفس فيه، في هذا الوقت الذي نتعايش معه، في هذا الوقت الذي نكسب الحياة من أجله، الذي نرقى به، الذي نتعلم فيه. هذا الوقت هو يعتبر كل شيء في الحياة. ولهذا يقال لو أن نقطة حركناها لشكلت خطاً، ولو أن خطاً حركناه لرسم سطحاً، ولو أن سطحاً حركناه لأصبح حجماً، ولو أن حجماً حركناه لأصبح زمناً أي أصبح وقتاً. ولهذا الوقت هو كسرعة الضوء، كما يقال أن سرعة الضوء في الحياة 300,000 كيلومتر في الثانية، أي حوالي أكثر من 1,000,000,000 كيلومتر في الساعة، شيء مذهل جداً. وكلما تحرك شيء في الحياة من الوقت ومن الزمن لأصبح مع الضوء لأصبح ضوءا مثله، هكذا هو مجمل الحياة في وقت هذا الإنسان. وأجمل ما قاله الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، الوقت هذا الإنسان هو ذلك الوقت، كلما ذهب شيء منه ذهب بضعه. إذا ذهب منك شيء ذهبت أنت بنفسك، لأنك أنت عبارة عن وقت تتنفس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أنا ألتزم في استخدام المياه عند الوضوء قدر حاجتي. أعطانا الرحمن رزقه، والعطية عطية وما تنحسب بثمانه. ترى ما كل العطايا مال، كل من أعطى رب العباد يعطى. واللي يرضي عباد الله الله يرضيه. العطاء ماشي حال حد، ولا نوع ولا عنوان واحد، ورب العباد كريم للي يعطي. العطاء شيمة الأوفياء. مع كل صباح تبدأ قصة جديدة وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياة البسيطة نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته. بسواعدنا نبني الوطن إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى،
نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل. ولهذا قالوا أن الوقت من عظمته أنه يقدم على كل شيء عند الناس الذين عرفوا معنى الوقت، الذين قدروا معنى الوقت، الذين استثمروا هذا الوقت. فهنالك من يستهلك الوقت وهنالك من يستثمر الوقت. البعض قد يقول: وكيف يستهلك الوقت وكيف يستثمر الوقت؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم من الأيام أهدي له تفاحة، فأخذ يقلبها هكذا بيده وينظر إليها، قال: إن أكلتها فقد ذهبت، وإن أعطيتها أي تصدقت بها إلى إنسان فقد بقيت. فهذا هو الاستثمار الحقيقي، أن تستثمر الشيء لشيء آخر، وخصوصا إذا كنت أنت تريد هذا الشيء الذي تستثمره أنت لا ترغب فيه أصلا، أو قد تستغني عنه أيضا فتستثمره لشيء أو ليوم آخر قد ينفعك ذلك الشيء الذي استثمرته. ولهذا الإنسان بين مشغل لوقته وبين مستثمر لهذا الوقت. في هذه الحياة الناس بين هذا الميزان وبين الميزان الآخر. قد يقول القائل: كيف أستطيع أن أستثمر هذا الوقت الذي أنا أعيشه؟ لو أن إنسان أصابه مرض، وهذا الإنسان بسبب هذا المرض حاول أن يبحث عن العلاج ولم يجد، ويملك دار ويملك مركبة ويملك بعض البساتين، فاضطر هذا الإنسان لكي يتعالج ويسافر في دولة أخرى أن يبيع كل ما يملكه، لأن تكاليف العلاج جدا كثيرة. لماذا هذا الإنسان يريد أن يعالج نفسه؟ لماذا هذا الإنسان باع ماله؟ يعني لماذا ضحى بالمال؟ من أجل ماذا؟ من أجل فقط أن يتعالج، من أجل أن يشفى، من أجل أن تعود له الحياة مرة أخرى. طيب، سافر هذا الإنسان ووجد العلاج، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش ساعات في حياته، يعيش زمن آخر في حياته، يضاف في حياته. إذن الإنسان عندما يبيع أغلى ما يملك في الحياة، وعندما يضحي بأغلى ما يملك في الحياة من مال ومن متاع في الحياة، هو ما قصد بذلك إلا من أجل أن يربح سويعات في الحياة، من أجل أن يعيش هذا الوقت الذي يريد أن يعيشه في الحياة. إذن حينها نعلم أن الوقت هو أعظم من المال. هذا المال الذي نحن اليوم أتعبنا والذي أتعب الناس في الحصول عليه، وقد شغلهم عن جل حياتهم، عن حياتهم الأسرية، عن حياتهم السلوكية الاجتماعية، الحياة المحيطة بهم، عن الجوار الذين يعيش معهم، عن أصدقائه في المسجد، عن كل شيء. نعم، أنت اكسب المال، ولكن لابد أن تنظم. هنالك وقت وهنالك حجم، واستثمار هذا الوقت واستغلاله بقدر ما تعطي، بقدر ما توصل هذه الرسالة، هنا أنت استثمرت الوقت. أما أنك تشغل نفسك بهذا الوقت فيما لا ينفع ولا يعود لك بأي شيء، فهذا يعتبر استهلاك، والاستهلاك الإنسان يحاسب عليه. وهذا ما سنواصل إن شاء الله ذكره بعد هذا الفاصل، انتظرونا. ولهذا دائما يقال أن الفراغ هو نظري، ولكن أمر الفراغ ليس فراغ، ليس كل فراغ يعتبر فراغ. هذا الفراغ لابد أن يشغل، هذا الفراغ لابد، كالإناء عندما يكون فارغ، إما أن تملأه بشيء نافع أو تملأه بشيء ضار. هكذا الإنسان في حياته، لا يقول: أنا عندي وقت أشغله هكذا. فليس الإنسان الكيس وليس الإنسان الناجح الذي يشغل وقته، يعني هو صح من الصباح إلى المساء هو مشغول. نعم، مشغول بأشياء، مشغول بلقاءات، ذهب عند هذا الصديق، سافر مع هذا الصديق، ذهب البحر مع الشباب، ثم ذهب رحلة، ثم أخر. هو فقط يستمتع بوقته، لكن ليس فيه إنتاج، ليس فيه استثمار. نعم، ساعة فساعة،
عليك أن تجعل لنفسك ساعات للاسترخاء، للتفكر، للرحلات، ولكن لا يكون معظم وقتك هكذا، يعني تقتله من حياتك. ليس هنالك إبداع، ليس هنالك يعني أعمال تقوم بها إضافية في حياتك، ليس هنالك ما أعمال تقدمها للآخرين، أعمال متعدية للغير تنفع الآخرين، ليس هنالك عندك أعمال في التطوع لا في استثمارها، تصبح حياتك هكذا حلقة فارغة، وأنت تقول الحمد لله أنا وقتي ما شاء الله يعني مستغل. كيف مستغل؟ أنت الآن تقتل الوقت، أنت الآن لا تستثمر الوقت، بل أنت تشغل هذا الوقت فقط في هذه الحياة. ولهذا يقول أحد التلامذة الطلبة، يقول إن أبي عنده صديق، وهذا الصديق متقاعد، فكان دائما أبي يتصل بهذا الصديق في بين كل سنة وسنتين، دائما يعزمه على وليمة وعلى عشاء وعلى غداء، يلتقيان مع بعض ويتسامران. وهذا الرجل كان متقاعد، وليس عنده فقط يعني من حياته إلا أن يقرأ الجرائد أو أن يمكث في البيت أو أن يتصفح بعض الكتب، هكذا هو كان يظن هذا الشاب. فيوم من الأيام اتصل به أبي يقول له أدعوك إلى العشاء يوم الثلاثاء، ما رأيك؟ فقال له لا أستطيع، لأن يوم الثلاثاء عندي وقت، أي عندي موعد. فتعجب، قال أي موعد؟ الأسبوع المقبل أنت تستطيع أن تغير الوقت. قال لا، عندي موعد ولا أستطيع أن أغير. فقال ذلك الابن، قال لقد رسل لي هذا الرجل العجوز الذي تقاعد رسالة، والرسالة تقول أنك أيضا مهما يعني خرجت من عملك، مهما تقاعدت من وظيفتك، لا تبقى قابعا هكذا في البيت، لابد تكون عندك أولويات في الحياة، لابد تكون عندك أعمال أخرى ثانوية في الحياة تنفع بها نفسك، تنفع بها المجتمع، تنفع بها البلد، تنفع بها الوطن. هذه الأعمال متعدية للآخرين، فيها الأجر وفيها المثوبة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، لأنك هنا تستغل الوقت. ولهذا إن لم تستغل الوقت تشغل نفسك في أشياء أخرى. الولد إذا كان عندك أبناء، إن لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. في الماضي بذل أجدادنا جهوداً كبيرة للحصول على الماء، أما اليوم فالماء يصل إلى منازلنا دون عناء. أنا ألتزم. أعطانا الرحمن رزقه، والعطية عطية وما تنحسب بثمانه. ترى ما كل العطايا مال، كل من أعطى رب العباد يعطى. واللي يرضي عباد الله الله يرضيه. العطاء ماشي حال حد، ولا نوع ولا عنوان واحد، ورب العباد كريم للي يعطي. العطاء شيمة الأوفياء. مع كل صباح تبدأ قصة جديدة وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياة البسيطة نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته، بسواعدنا نبني الوطن إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى.
نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل. أيضاً الزوجة إن لم تشغلها بأشياء ينفعها وتنفع الأسرة وتنفع البيت، هي شغلك بأشياء أخرى، طلبات ليست لها قيمة، طلبات يعني ليست لها ثمن. هيا نذهب إلى المكان الفلاني، نذهب إلى المكان الفلاني، فتصبح أنت أسير على ما تريد فقط. ليس هنالك حق من الوقت يقضى في شيء فيه منفعة وفيه مصلحة، ولهذا لابد أن يقضى هذا الوقت بأبجديات سليمة من أجل فعلاً أن نعيش صح في هذه الحياة. الناس اليوم تظن أنني فقط أنني أقضي هذا الوقت من أجل أن أستهلكه، من أجل أن أتلفه، هكذا كالذي يحرق المال، يأتي بنار يحرق المال، هذا يحكم عليه بالسفه، مجنون، يقال له مجنون لأنه أتلف شيء ثمين. نحن اليوم لا نتلف المال، لكن نتلف أوقاتنا، بل هو أعظم من المال. الوقت هو الذي يأتي بالمال. يعني مجرد أن ترى رجل يتلف ماله تقول هذا مجنون، كيف يحرق مال؟ إذن لماذا نحن نحرق أوقاتنا؟ لماذا نحن نتلف هذه الأوقات؟ لابد أن تكون لنا عندنا رسالة سامية، لابد أن هذه الأوقات نستغلها في صلواتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في معاشراتنا، في علاقاتنا مع الآخرين، أيضا من أجل النفس، من أجل الذات، أيضا من أجل الذهن، من أجل العلم، أيضا من أجل المال، من أجل كسب المعيشة. هنالك أشياء كثيرة في الحياة، هذه الأشياء لا نستطيع أن نصل إليها ولا نستطيع أن ننجز فيها شيء إلا من هذا الوقت الذي جعل الله سبحانه وتعالى أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، أن نعيش هذه الأوقات من أجل أن نرقى وأن نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن أمل أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبشر على الإحسان يا إنسان ترقى، مدى الأزمان والأفعال تبقى، إذا أحسنت للغير ستلقى، من البشرى تفيض بها الحنايا، برضوان الإله من البشائر، لكل الناس في طهر المشاعر، جمعناها بإحساس الخواطر، ونهديكم بها أزكى التحايا. وبشر